مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما التواصل معنا رقم الواتساب الظاهر معكم على الشاشة وأيضا حساب الراصد في تويتر. إلى عناوين حلقة الليلة: الآبار الارتوازية، مصائد بيئية معدومة التحذيرات، ومواطن يبتكر جهازا ينقذ من سقط فيها. هذه نبذة بسيطة عن منتجات متجر بخور فارس. نبدأ بالبخور الهندي. بعد 28 عاما لم يرى فيها النور، الكفيف أحمد العامر ينافس تجار العود. وعلاجات الأبهر، ما بين الحقيقة والوهم. بعد 28 سنة لم يبصر فيها النور، فقد فيها أيضا والدته، لكن ما فقد الإرادة اللي خلته يواصل دراسته الجامعية ويتخرج بمؤهل الدراسات الإسلامية من جامعة القصيم. الكفيف أحمد العامر ذو الإرادة الفولاذية قرر أنه ينافس تجار العود وسوق البخور من خلال حاستي الشم واللمس. اليوم طلبنا منه يصور لنا نبذة عن المنتجات اللي عنده، أبهرنا بهذا الفيديو. حياكم الله، هذه نبذة بسيطة عن منتجات متجر بخور فارس. نبدأ بالبخور الهندي. طبعا هذا درجة صوبة عالية. نجي للبخور الثاني المروكي الأصفر. هذا جزء من الكمية اللي عندنا. نجي للبخور الثالث الأكثر طلبا، المحسن المايكرو. هذا خلص بالمعرض الأخير. جبنا كمية كبيرة. طور العطر الرايق، هذا العطر الرسمي الخاص بالمتجر. عشان كذا ينضم لي من استديوهاتنا في القصيم صاحب متجر بخور الفارس أحمد العامر. حياك الله أستاذ أحمد، يعطيك العافية. الموضوع تجاوز أنك تنافس تجار العود، صرت تنافس المصورين على الفيديو، خصوصا مع المقطع اللي شفناه قبل شوي أنت مرسل لنا. أي هذا بتصوير. أول شيء حياكم الله. الله يسلمك. طبعا الفيديو اللي سبق هذا اللي هو تصويري طبعا لبعض منتجات متجر بخور فارس اللي هو متجري. هي المشكلة أنك صاير الحين تنافس يعني المصورين، يعني المصورين اللي عندنا بيتورطون منك، تخرب سوقهم. أي اللي يبغون دورة ترى المجال مفتوح. يعني 28 سنة أنت لا تبصر، الإصرار اللي تملكه، مواصلة الدراسة، تأسيس مشروع رغم الآلام اللي موجودة عندك داخلية، قول لي أنت شلون قاعد تتغلب على كل هذا؟ طبعا فضل الله وتوفيقه. بديتها بهالمشروع. ايه. ووفقنا الله بدعم اللي هو على رأس الداعمين الوالد الله يحفظه، الله يطول بعمره. ايه. وجهات كثيرة من ضمنها مبادرة النور. ايه. بدعم سكة الطيب وجمعية مبصرون ودلني على الطيب. يعني أنت في القصيم وداخل الطيب، الحين القصيم كلها تجارة تمور وأنت جاي يعني من التمور وما شاء الله تبارك الله، أنت ليش راح تخترت الطيب؟ مثل ما قلت لك أنه في بدايتي بحثت عن مجال يتناسب معي كدخل إضافي، فوجدت مجال الطيب على الأقل مجال طيب ويناسبنا. شلون مجال طيب؟ قول لي، انا ابغى اغرب شيء مر عليك في هالسوق. يعني واحد يقول لك يا اخي شلون ما تبصر وما شاء الله عليك شغال بهالسوق شغل كويس، قول لي ابرز قصه مرت عليك في هالشغله. طبعا الاستغراب الناس كبير وكثير. ايه. لكن توفيق الله ذللت الصعاب توفيق الله. عطني 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 قصه ابو حميد، ما بي كذا كلام عام، ما بي قصه من هالقصص الحلوه. طبعا يعني كذا شخص جاني بالمعرض الاخير. ايه. يستغرب من التمييز بين الاعواد وطريقه تمييزي باللمس، فاستغربوا من ذلك وهم يشوفون ما يقدروا يميزون، لكن مع الممارسه و
الحاس اللي نعتمد عليه اللي هو الشم واللمس قدرت اميز ما بين بعض الاعواد مو بكلها ما اي بس الزباين يقولون احنا قاعدين نشوف وما نعرف نفرق وانت بسم الله ما شاء الله تلمس اي مع الخبره مع الممارسه يكتسب الواحد الموضوع هذا. الان اللي عندك انت العمل اللي عندك تطبيق الكتروني او 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 محلات متجر الكتروني تبع زد ومتى تصير عندك سلسله محلات؟ والله التوجه الحالي متجر الكتروني شوف فكره مستقبليه اللي هو اللي هو محل. طيب كلمني يا ابو حميد عن الاسعار. دايم سوق العود فيه خسائر كبيره الناس يخسرون اذا شروا فيه لان الزين غالي لكن الازين اغلى. كلمني عن متوسط الاسعار عندك. بخصوص الاسعار اللي عندي أي. هو عندك الأوقية الهندي على 390 وعلي عرض حاليا ما شاء الله وفي الأوقية المروكي على ايضا نفس 340 علي عرض. هذه الاسعار اللي عندي المستوى اللي عندي اذا نزلت اقل يصير جودة العود اخف وانا كيف اعرف يهمنا جودة كيف اعرف الجودة انا واحد عليمي الحين كيف اعرف ان هالعود هذا جودته طيبة وعالية وهذا العود خشب؟ معايير كثيرة من ضمنها هل هو ناسب كالعود او لا يعني ريحته طيبة ريحته طيبة طيب ايه ريحته طيبة خلاص ان شاء الله انه زين ومن مصادر موثوقة وعاد التمييز من الاعواد يبيله تعمق اللون وشكل الكسرة هذا ما اقدر افتيك بها انا يهمني اللمس وايضا انا اخذ من مصادر موثوقه يعني اللي بياخذ منه ان شاء الله بيرتاح من هالناحيه. العود والعسل زي بعض لازم واحد ثقه. اي والله صدقت. يعني هي صعبه. ان شاء الله انا موثوق ان شاء الله. لا والله انك موثوق عندنا وعند غيرنا. الله يسعدك. رحم الله والدتك يعني الله اللي انجبت شخص يعني بهالاصرار. انا بك توصل رساله للكفيف اللي قاعد يقول انتهت الدنيا وخلاص انا ما اشوف. ما في شيء يمنعك بتوفيق الله صحيح والحماس والإصرار والبحث عن الداعمين للمجال اللي تراه يناسبك راح تتوفق بحول الله لكن يحتاج صبر كل مجال يحتاج صبر. أنا شاكر لك ومقدر أخي أحمد العامر صاحب متجر البخور الفارس شكرا جزيلا لك فخور فيك فخور بما تقدم يا صديقي. واحد اسمه رايد الدب عرف منذ زمن طويل تقريبا يعني من حدود 10 سنوات وأكثر شوي في مقاطع باليوتيوب اللي تجمع بين الضحك والجدية والتعليم والنصح للشباب الراغب بتعديل السيارات. زميل سعود بن بجاد خرج لنا بهذا التقرير البسيط عن رائد في مجال تعديل السيارات خلنا نشوفه. السيارات الفول كامل فيها خاصية إذا كل ما تعدي 100,000 تفتح الكبوت تلاقي توك قبل 11 عاماً بدأت القصة قصة عاشق للسيارات يعرفه المجتمع السعودي خلف عدسة كاميرته سنوات عديدة ظن البعض أن خجله وضعه بعيداً عن مواجهة الكاميرا بعد أن لقب نفسه برائد الدب إلا أنه كان خفيفاً في تغطياته الحصرية في عالم السيارات اليوم يظهر أمام كاميرا الراصد بكل رشاقة ليقول في ناس تشتري سيارات معدلة من الوكالة بدون ذكر اسماء يعني نوع السيارات يأخذون عليها مخالفة الآن عندنا مشكلة في نظام المرور اللي هو مخالفة تعديل هيكل المركبة فنحن عندنا المرور بالقياس يعني يقول لك هذا معدل أعطيك مخالفة لا انزل مثلا يقول لك في مخالفة نزول السيارة لا انزل وعطني مثلا كم مسموح أقل نزول للسيارة نتكلم عن سيارة مثلا قديمة راح تكون انبعاثات ضارة التعديل هذا راح يوفر عليه بنزين مثلا يوفر عليه حتى يعني يعطيه قوة استهلاك أفضل. تعديل السيارات هواية سعودية الأصل عرفت منذ دخول السيارات إلى أرض المملكة بالزبرقة واستمرت اليوم بين أوساط الشباب ما بين نصب وغضب مع ضبابية عاتمة أمام أنظمة وقوانين المرور تجاه هواياتهم. حبيت الشغلة
دخلت ميكانيكا سيارات، درست الموضوع للحين انا قاعد ادرس. طلبت القطع من برا اللي هو هيدروليك هواء وركبت على سيارتي انا بنفسي. اغلب سياراتنا عليها ريموت نطفي الصوت، غالبيتنا في المدينه مطفين الصوت، في البر بس نستخدم الصوت لانها تزيد الاصوات. هذه اصلا هي يعني عوادم تزيد من اداء السياره، اللي مغرز نساعده، اللي عطلان في الشارع نساعده، اللي منقطع بنزين ولا اي شيء نساعده، لان سياراتنا كلها كامله فيها كامل التعديل كامل الاحتياجات. الحقيقه انها هوايه ولدت في السعوديه وتوارثتها الاجيال حتى يومنا هذا، الى ان ترجموها قصه عشق ومستقبل دراسيا لهم. سعود بن بجاد لقناة الإخبارية الرياض. ما بين الحقيقة والأوهام تتعدد أشكال علاج الأبهر، اللي يقول لك تحتاج وصفة طبيعية، واللي يقول لك مسكنات من الصيدلية. كل هذا يهون مع طقة الأبهر اللي يعتقد الكثير أنها شكل من أشكال العلاج، لكن الحقيقة أنك تطق الأبهر أكثر من مرة يخف معك فترة لكن يرجع لك من جديد، بالرغم من تحذيرات المختصين المتكررة من مضاعفات الطقة ومشاكلها، إلا أن الفكرة راسخة عند الكثيرين. للحديث اكثر تنضم لينا بالاستديو اخصائي العلاج الطبيعي الاستاذ العنود الدويش. حياك الله استاذ العنود. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. يعني الابهر لو نتكلم عنه نتكلم على طق الظهر، وانا عرفت اجمع لك الحين وخلنا نطقه. كلمين على الابهر، صدق اللي قاعدين نسويه هذا يعني؟ شوف، هو صراحه الموضوع معقد واعمق شوي من كذا، من الاجراءات هذه العشوائيه اللي قاعده تصير بشكل عشوائي عند اشخاص مختلفين. هو اصلا متلازمه الم العضلات والالياف العضليه. هذه المتلازمه تجي بسبب اسباب كثير. الناس يحسبون انها مجرد مفصل او عضله شاده وابد، طق نص الظهر وتصير طقت العضله فكيتها. هذا الموضوع مو بصحيح، ابدا مو صحيح. هذا الموضوع في فئه عمريه اكثر تتعرض يعني مشكله الابهر. صحيح، وانت عارفين الابهر اذا جاء الواحد يصير يلا يتنفس. صحيح. يعني كلميني من الفئه العمريه هذه. للأسف صايرين في العيادة أغلب اللي يجون يشكون من هذا الألم أعمار العشرينات والثلاثينات. بتقولي ليش؟ بقول لك لأنه اللايف ستايل والعادات الخاطئة، يعني الجلسة المجهدة فترة طويلة. شوف 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 الحركة دي، شوفي تشوفينها؟ اي صحيح. بسم الله طقينا الظهر الحين صار مضبوط. ها يلا جمعنا. طب أنت متخيل هو وين قاعد؟ يلا طق. أيوة بدأ يطلع الآن. شوفين؟ أنت متخيل هو وين قاعد يضربه؟ ترى المنطقة جدا مهمة وحساسة، منطقة الأضلاع، ضلوع الصدر، من أهم المضاعفات اللي تصير نتيجة هذه الطقة. كسور في الأضلاع، ويجلسون بعدها أشهر يتعالجون وأشهر ممنوعين من الحركة، ويأثر على أشياء مرة كثيرة. إذن الأعمار اللي عندنا نتكلم على من العشرينات، العشرينات والثلاثينات غالبا إلى 50 سنة عادي. بس ليش 20-30 أكثر شيء؟ لأن هم الأوفيس ووركر، هم اللي يجلسون على الكمبيوتر كثير. يشتغلون على المكتب كثير، الطلاب وقت الدراسة ووقت المذاكرة فترة طويلة، بالإضافة للجوال. أيوة. الجوال. صحيح، هذه من أهم الأسباب اللي ممكن تسبب. يعني أعطيني جلسة تكون كويسة بدل ما أكون كذا مسوي. أهم شيء غالبا إحنا نسوي كذا، صح؟ ترفع الجوال لمستوى النظر، راسك يكون كذا، وترفع يدينك لمستوى عيونك، ما تكون أنت منحني عليه، التكي يدينك على مخدة على أي يعني شيء. يعني جيت أجلس مع الشباب فرض أكون كذا، التكي يدينك لا كذا بيوجعك كتفك. لازم التكي يدينك على شيء يكون مخدة مركة أي شيء. وترفع الجوال وتخلي الجوال بمقابلة صورهم. يعني لا اقول لهم قاعد اركز في الجوال، قاعد اشوف صح. ما تجي معي انا لازم كذا ولا مرتاح. حتف وضعيه الكمبيوتر، مهم ان الليفل اللي هو الكمبيوتر يكون الاكتاف مرتفعه، ما تكون انت منحني طيب عليه. حدثيني عن الاحصائيات اللي عندك حول الـ الابهر واللي قاعد يصير في هالموضوع. حاليا ما في ارقام محدده،
بس زي ما قلنا النسبة الأعظم اللي أنا أشوفها عادة في العيادة خلينا نقول من 70 إلى 80% من الأشخاص اللي يجون يشتكون من أشياء عشوائية لازم يكون مصاحب لها ألم الأبهر اللي هو منطقة العضلة هذه اللي بين لوح الكتف وبين العمود الفقري اللي في النص، فتلاقي عنده ألم في أسفل ظهره وفي نفس الوقت يقول طب أنا قاعد أشكي من الأبهر عطيني حل وعلاج، لا عنده مشكلة في رقبته وفي نفس الوقت يشتكي من هذه العضلة. يعني قد يكون عندي مشكلة في رقبة صحيح. المشكلة ليست الأبهر، هي مشكلة أنا في رقبتي إنه في بالضبط. كثير من الانزلاقات الغضروفية والضغط على الأعصاب اللي تنزل من الرقبة لليدين تكون تسبب آلام مشابهة للألم اللي الناس يوصفونه كأنه ألم الأبهر. لكن أعطيني علاج سهل غير حل اللي قاعدين حنا بكل بساطة العلاج الطبي، مجرد ما يروح المريض للدكتور يحول علاج طبيعي، يقوم أخصائي العلاج الطبيعي يفحصه يشوف المشكلة جاية من رقبته أساسا ولا المشكلة فقط شد عضلات وعقد عضلية في منطقة اللي ما بين لوح الكتف وما بين العمود الفقري، وبناء عليها تنحط الخطة العلاجية. الخطة العلاجية جدا سهلة. كم مدتها؟ بعض التمارين الأبر الجافة وبعض اللي هي البين موداليتيز اللي هي الأجهزة اللي سواء الموجات الصوتية أو الكهرومغناطيسية اللي تخفف الألم والالتهاب في هذه المنطقة. مدتها تقريبا خلنا نقول من 6 أسابيع إلى 2 شهر ممكن يعني تعطي راحة بنسبة كبيرة في هذه المنطقة وتمنع لأنها تعالج المشكلة، فأنت تمنع أنها تتكرر وترجع مرة ثانية. سالفة الطقة هذه بعضهم يقول لك طب طق ظهري هذا الآن اللي قدام كذا ولا الآن إيه؟ طق ظهره ولا جاء شيء واموره طيبة إيه، ويقول لك ارتحت بس ارتاح كم يوم 2 يوم طب ما هو يرجع يطق ثاني وثالث، ترى راحة مؤقتة لأن المشكلة الأساسية ما انحلت. وبرضه ما راح يسلم اذا عدت مره مرتين، ممكن مره ثالثه صدق تسبب مضاعفات خطيره وكسور، لانه ترى الوزن اللي لازم يكون يجي على ظهرك لازم يكون وزن كبير عشان ايش يشيل الالم هذا، فتجي انت تكتشف انه الوزن هذا كسر ضلعك من ضلعك بالضبط صحيح. انه شوف شلون يعني يقولوا في عندنا خبره الحين الناس يقول لك ايش انا اجمع لك الابهر اجمع بعدين أطقه عشان يقول ينتشر ما شاء الله. أنا أشوف مع أن التكنولوجيا الآن قاعد يزيد والناس طول الوقت يستخدم الكمبيوتر أو الجوال إيه؟ المشكلة صايرة مرة شائعة فمن الأساس عشان نمنعها ننتبه لوضعية جسمنا الصحيحة. فأنا أشوف أنك تعدل وضعية جسمك الصحيحة وتكون واعي بجسمك ومدرك لجسمك ومنتبه لعضلات جسمك طول الوقت، هذه نقطة مرة مهمة. الشيء الثاني المهم عبد الله، تدري بعض الناس وش يسوون لا إراديا وهم قاعدين مركزين أو يشتغلون تلاقيه يشد عضلاته يشد كتوفه يشد فهذا الشد المزمن هذا يسوي تشنجات عضلية ويسوي عقد عضلية في العضلة. المساج اللي نسويه كل فترة هذا طيب؟ ممتاز. إذا المساج قاعد يسوي شخص مختص أو ناس مدربين ويكون خفيف ما يكون مؤلم ويوجع فهو مساج ممتاز، وبالعكس يساعد أن الدورة الدموية تتحرك في الجسم والعضلات تكون فيها مرونة وليونة أكثر. شكركم مقدر أختي العنود الدويش، شكرا جزيلا لك خصائص العلاج الطبيعي. الله لا يحوجنا العلاج الطبيعي لأنه يعني مزعج جدا. أنا شاكر لكم مقدر. أهلا وسهلا. الله يقويكم أخوك. يعطيكم العافية. هلا. الأبار الارتوازية واحد من أهم وسائل استخراج المياه خصوصا في هذه المناطق الصحراوية محدودة المصادر في المياه، لكن زي ما يقولون لكل شيء ضريبته، فبين الحين والآخر نسمع بعض القصص اللي توجع القلب عن سقوط أطفال في هذه الأبار في شتى أنحاء العالم، لعل آخرها كان قصة الطفل ريان المؤلمة. عبد العزيز جخلف أحد الشباب السعوديين المبتكرين، اخترع جهاز إنقاذ من الآبار الارتوازية حيث حصل على شهادة براءة اختراع بهذا الخصوص. ينضم لي من أبها الأستاذ عبد العزيز جخلف مبتكر جهاز الإنقاذ من الآبار الارتوازية. حياكم الله أستاذ عبد العزيز، بداية لو تحدثني عن فكرة هذا الابتكار. الله يحييك وأهلا بك بالمستمعين الكرام. للتصحيح فقط عبد العزيز جلخف الله يرضى عليك. بداية أوجه شكري لخادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الذين يشجعون المبادرات والابتكارات.
حدثني عن هذا الابتكار. طبعا لدي العديد من الاختراعات، خلينا في هذا الحين. من ضمنها نعم، خلينا في هذا الابتكار هذا. ايوه نعم، الابتكار هذا انطلقت الفكرة يعني من خلال وقوع العديد من الحوادث اللي حصلت سابقا، وبدأت الفكرة. و قولي هذا الجهاز الآن يعني يستخدم في الدفاع المدني ولا ما يستخدم؟ لا حاليا او الى حد الآن ما استخدم، لانه لسه يعني جديد. كم يستغرق من الوقت لإنقاذ الشخص اللي غارق في بير أو في ارتواز؟ والله على حسب التجارب اللي عملتها. طبعا تجهيز العربة أو الجهاز اللي محمول فيه الجهاز تقريبا 13 دقيقة. 13 دقيقة نحتاج عشان نطلع الواحد اللي بالبير؟ لا، هذا تجهيز الجهاز كامل. أيوة، يعني تجهيز الجهاز وتجهيزه للعمل. ممتاز، تمام. خلال كم يطلع اللي في البير؟ عملية الإنقاذ الفعلي طبعا أنا نفذت الفكرة في بير بعمق 30 متر، ولله الحمد خلال تقريبا 9 دقائق تمت عملية الانتشال بفضل الله من الله سبحانه وتعالى. على طبعا التجربة هذه تم تجربها أو تم استخدام دمية بوزن 30 كيلو غرام. هذه متى سويت التجربة هذه؟ والله تقريبا قبل شهر ونص تقريبا. اها، خلال 9 دقائق يطلع شخص موجود تحت 30 متر. نعم بإذن الله، بإذن الله. طبعا في عوامل أخرى ممكن على حسب وضع البير، وبس انها لا يعني مجملا الوقت اللي تتم فيه عملية الإنقاذ تكون قليلة جدا مقارنة بعمليات الإنقاذ العادية. يعني هذا الجهاز يستخدم فقط للي يطيحون في الآبار أو في الارتوازات. الآن له كم موجود عندك هذا الاختراع؟ والله أنا طلعت براءة الاختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في عام 1437، وبديت في تصنيع الجهاز وتطويره من خلال النموذج المسجل في براءة الاختراع. تم الاتصال علي من الدفاع المدني بالمديرية العامة بالدفاع المدني للدفاع المدني بالرياض، تم عرض الفكرة على الدفاع المدني، واللي بدوره مشكور بارك المشروع، وأخص بالشكر معالي مدير عام الدفاع المدني، حيث قام بتشكيل لجنة لتجربة الجهاز بمعهد الدفاع المدني بالرياض، ولله الحمد نجحت الفكرة كمرحلة أولى. بعد ذلك تمت تجربة الجهاز في مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير. نعم. بعد تطوير الجهاز بشكل أو بجهود ذاتية من قبلي أنا شخصيا. الله يقويك أخوي عبد العزيز. تمت تجربة الجهاز إن شاء الله، إن شاء الله أنه هذا بس يكون موجود عند الدفاع المدني، يكون تحت يدهم، لأنه إذا في 9 دقائق طلع الجسم من داخل البئر فهذا إنجاز كبير جدا. شاكر لكم مقدر الأستاذ عبد العزيز جلخف، مبتكر جهاز الإنقاذ من الآبار الارتوازية، شكرا جزيلا لك. يعني لم تنتظر وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصير عندنا كارثة عشان نبدأ نتحرك، لا، وزارة البيئة ردمت 2450 بئر مهجور. هذا كان في المرحلة الأولى اللي اشتغلت فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة، تواصل العمل لردم بقية الآبار اللي موجودة كمراحل إن شاء الله في المرحلة المقبلة بإذن الله. في رقم تتصل عليه بإمكانه يخدمك كل الخدمات اللي تحتاجها إذا شفت الكبير يحتاج إلى ردم، 939. في أيضا تطبيق مخصص للأفراد للتواصل مع وزارة البيئة أيضا عشان نتكلم على الآبار والارتوازات اللي موجودة في كثير من الأماكن
في المزارع، وأحيانا في والله بر مفتوح كده تلقى لك بيرة وارتواز قديم مهجور. كنت أتمنى أنه يكون معنا المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ما نكتفي فقط بالتغريدات في تويتر، ولكن يكون التواجد عشان أيضا نطمن الناس أنه وزارة البيئة قاعدة تشتغل بشكل كبير جدا على كافة الصعد، ولا نكتفي فقط بما يظهر في تويتر. نهاية حلقة الليلة، إن شاء الله كنا من الأحياء لنا موعد آخر بإذن الله. استودعكم الله، مع السلامة.